مباشرة بعد وصوله إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، استقبلت قناة الهداف المدرب الوطني الجديد كريستيان غوركوف وسألته عن حظوظ الجزائر في التتويج بكأس إفريقيا المقبلة التي ستقام في المغرب. إجابة غوركوف كانت مقتضبة، كاشفا فيها أنه سيبذل قصارى جهده من أجل قيادة الخضر للتتويج بكأس المغرب 2015، لا سيما بعد الأداء الكبير الذي قدمه الخضر في كأس العالم الأخيرة بالبرازيل. وأمام إصرار الجزائريين على تحقيق التاج القاري، وعد غوركوف الشعب الجزائري ببذل أقصى المجهودات لتحقيق رغبتهم، مؤكدا أنه سيكشف العديد من الأمور خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها بالجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة. ولم ينسى غوركوف في الأخير تهنئة الجزائريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قال للجميع صح عيدكم. évoquer toutes les choses. Voilà, bonne fête de l'Aïd.